طيب شايف مين اكتر مستفيد من فرق اوروبا وحقق يعني يمكن اكبر استفاده من الانتقالات دي، ومين اللي ما عملش صفقات قويه؟ يعني في وجهه نظري اشوف بايرن ميونخ واحد من الانديه طبعا اللي قدرت ان هي تجيب صفقات كثيره، خصوصا طبعا على مستوى الاجنحه. يعني بعد ما هم طبعا كانوا مامنين ساني من مان سيتي، امنوا امبارح دوغلاس كوستا من يوفنتوس، واحد طبعا من ابرز الاجنحه في اوروبا، وبرضه جابوا بديل لفاندوفسكي في مركز تسعه، جابوا تشوبو موتينج مهاجم باريس سان جيرمان السابق، ده برضه واحد من الصفقات. واضح جدا ان بايرن ميونخ بعد الهزيمه المفاجئه من هوفنهايم برباعيه، الاداره ما استكنتش او ما ارتكنتش لحته ان الفريق توج بدوري الابطال وبالثلاثيه طبعا بعد ما كسب الكاس على حساب دورتموند، وطبعا اكيد الهزيمه الكبيره اللي الحقوا بيها برشلونه 8-2 في الموسم اللي فات، كل ده اعتبروه من الماضي وبصوا على الوضع الحالي. الرباعيه من هوفنهايم كانت قويه جدا وكانت قاسيه على الفريق، وبالتالي الاداره استمرت في تدعيم الفريق رغم طبعا ان الفريق الموسم اللي فات حقق ثلاثيه، لكن واضح جدا جدا ان اداره بايرن ميونخ بيتارجت دوري ابطال اوروبا للموسم الثاني على التوالي السنه. مين كان متوقع انه يعمل انتقالات اقوى من كده وما حصلش؟ اصحاب الثمانيه برشلونه طبعا برشلونه اكيد طبعا كان متوقع ان الفريق يعمل صفقات كتيره، لان واضح جدا ان الفريق خلاص الجيل بتاع ميسي وانيستا وتشافي فرقه قديمه، خلاص الجيل ده بينتهي. تفسر بايه ان ده ما حصلش يا كريم؟ افسر بده ايه ما حصلش، ان النادي ما فيهوش فلوس. النادي ازمه واضح جدا ماليه. طبعا طبعا في مشكله ماليه، وطبعا في مشاكل اداريه مع رئيس النادي، وفي انتخابات جايه وفي مشاكل اداريه كبيره جدا جدا. هو طبعا يعني ابرز حاجه عملوها ان هم طبعا جابوا كومان، وكومان اكيد بيحاول ان هو يغير من وجهة سياسه نظرك الفريق. ان كومان فعلا رجل المرحلة؟ يعني شايف ان هو يقدر يعمل فرق مع برشلونة بعد فضيحة 8-2، وبعد ما زي ما بتقول كده خلاص يمكن الجيل الحالي مش هيبقى افضل حاجة للمستقبل يعني خلاص؟ طب بصي، كومان هو طبعا ابرز الاسماء الموجوده، فعلا اسماء المدربين في اوروبا فعلا قلت كتير، يعني نحاول ان احنا نطلع اسماء، حتى نشوف بقى مثلا ايفرتون يعني بيستفيق مع انشيلوتي وماشي بشكل جيد جدا الدوري الانجليزي، فالاسماء ما فيش اسماء جديده طلعت، وبالتالي كومان في وجهه نظري هو من مدرسه برشلونه، مدرسه برشلونه بتمشي مع المدرسه الهولنديه، لكن الراجل محتاج وقت، وبالتالي ما حدش يتوقع ان برشلونه يقدر يكسب اي بطوله السنه دي او حتى يتاهل لادوار متقدمه، ان احنا بنتكلم في مرحله ما بعد ميسي، ودي مرحله محتاجه شويه وقت عشان تبقى. طيب شايف ازاي كورونا اثرت بشكل او باخر على الانتقالات في اوروبا؟ يعني لسه كنت بتتكلم انه برشلونه كان متوقع انه يعمل صفقات وما حصلش، في ازمه ماليه، ايه تاني شايف التاثير كان ازاي؟ لا طبعا اكيد كورونا سبب رئيسي في ان مفيش فلوس كتير بتدفع في صفقات كبيره، يعني خلينا بس برضه نقول مثال، يعني مان سيتي كان متارجت كوليبالي من نابولي، واحنا شايفين طبعا مان سيتي عنده مشكله كبيره جدا فيما يخص مساله الدفاع، الفريق ما اجراش الصفقه لان نابولي يعني طلب مبلغ كبير والسيتي ما قدرش ان هو يقدمه. اكيد طبعا في تحفظات ماليه عند كل انديه اوروبا، معظم الصفقات الانديه كانت بتستنى الصفقات الفري، او ان انت النهارده يعني تخلص عقدك مع فريقك وتجي لي في ترانسفير، وده اللي احنا شفناه امبارح في انتقال اديسون كافاني المهاجم الاوروغواني الكبير والشهير في مانشستر يونايتد، برضه في الساعات الاخيره كانت فري ترانسفير. فالحال واضح جدا جدا ان كورونا مأثرة اقتصاديا وماليا، احنا برضه بنتكلم يا ساره على بخلاف الفلوس اللي بتدفع للانديه، المرتبات السنويه عاليه، برضه كل نادي مش عايز يغلي الفاتوره اللي بيدفعها كل سنه.